بس قبل ما نروح فاصل هنستأذن حضراتكم، هنشوف تقرير عن مؤتمر بيئة تعليمية آمنة خالية من المخدرات اللي تم بالتعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية وأكاديمية العلوم والشرطية التابعة لوزارة الداخلية الإماراتية، وبعديها نبتدي حلقتنا مع حضراتكم. تحت شعار بيئة تعليمية آمنة خالية من المخدرات، نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مؤتمراً صحفياً لعرض تجربة الصندوق في تنفيذ أكبر برنامج وقائي لطلاب المدارس ورفع وعيهم بخطورة التعاطي وإدمان المواد المخدرة، بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن وبالتعاون مع أكاديمية العلوم الشرطية التابعة لوزارة الداخلية لدولة الإمارات العربية. أنا سعيدة جداً أن أكون موجودة في أحد مراكز صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي المتميزة مثلما كل مراكز التعافي التي تخص في شراكة جديدة مع دولة عربية أخرى جديدة. الحقيقة الصندوق من خبراته وتميزه في العمل هو محط لاستقبال أكثر من دولة ومشاركة خبراته مع أكثر من دولة عربية، العراق، الكويت، الإمارات. الحقيقة في دول عديدة بتزورنا، يمكن النهاردة بزورنا الأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، وهذا ليس أول تعاون مع دبي. هناك أيضا في تعاون مستمر مع شرطة دبي مع أبوظبي، فالنهاردة بنستقبل الأكاديمية ورئيسها موجود النهاردة معنا ومدير إدارة الشرطة والمخدرات. الحقيقة يمكن إحنا النهاردة بنستعرض تجربتنا مع الجهة الأخرى في الإمارات بشأن إيجاد بيئة تعليمية آمنة للطلاب. والله التعاون هو مستمر ودائم وموجود، موجودة لجان، موجودة طبعا جمعيات، موجود تعاون في ناحية الفكر والتوعية والثقافة بشكل مستمر. دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها كبيرة جدا مع جمهورية مصر العربية في التوعية، هناك طبعا جهود جبارة في الندوات، في المحاضرات، في البحوث، في تبادل الخبرات. كل هذه الأمور جهود موجودة ولكن تحتاج إلى منهجة معينة وإدراج بشكل علمي على أساس فعلا نحقق أهدافنا بشكل مدروس، بشكل فعلا يقاس بالأثر مثل ما تم الطرح في الندوة. النهاردة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بيرفع شعار الوقاية أولا، وحابب أقول إن كل جنيه بيتصرف على الوقاية بيوفر علينا 10 جنيه في مجال العلاج ومجال المكافحة بكل أنواعها، وبالتالي الوقاية من المخدرات في غاية الأهمية، وتعتمد التجربة المصرية في مجال الوقاية على ثلاث أضلاع أساسية: الضلع الأول الأسرة، الضلع الثاني المدرسة، الضلع الثالث الإعلام. ده يمكن يعني مثلث الوقاية من المخدرات. النهاردة كان عندنا تركيز بشكل خاص على الوقاية من المخدرات داخل البيئة التعليمية، وعرضنا تجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم للوقاية من المخدرات. احنا نفذنا السنة دي أكبر حركة وقائية على مستوى المدارس، شملت 7500 مدرسة. إن شاء الله يعني في الفترة القادمة يكون في توسع أكتر في الوقاية من المخدرات داخل المؤسسات التعليمية. في الحقيقة التعاون اللي تم بين وزارة التضامن الاجتماعي وما بين وزارة التربية والتعليم ممثل مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي كانت فكرته قائمة على ان احنا نوصل لطلاب المدارس بشكل غير نمطي وبشكل غير تقليدي علشان نوعيهم عن خطورة تعاطي المخدرات والإدمان. تم تنفيذ مجموعة من الأنشطة الوقائية الفعالة مع الطلبة باستخدام التكنولوجيا الحديثة كشاشات العرض اللي موجودة في المدارس وغيرها علشان نقدر نوصل للطلبة ونقدر نقول لهم ان في مخاطر، قول لا لأول مرة، ما تجربش، ما تخشش في التجربة، لو مهما كان عندك ضغوط فانت اقوى انك انت تقول لا، وان انت تشتغل على نفسك بشكل قوي جدا فتحمي نفسك وتحمي بيتك في المستقبل من الإدمان.